القائم في أرض المطار دون مراقبة، حيث سيتم إزالتها والتحفظ عليها من قبل الجهات الأمنية، وذلك حفظاً للأمن والسلام. Attention please. For security reasons, any baggage left unattended will be removed by security personnel. نذكر المسافرين الكرام بأن بوابات الصعود إلى الطائرة ستغلق قبل موعد الإقلاع بعشرين دقيقة، وعليه فإن المسافرين الذين يصلون إلى بوابة الصعود بعد هذا الوقت سوف لن نسمح لهم بالسفر على تلك الرحلة، وسوف تنزل أمتعتهم من الطائرة. Passengers are reminded that boarding gates will close 20 minutes prior to the departure time.